السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فيديو جديد وغنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم. غادي ندير لكم المونتاج على اصوات امواج البحر. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو يا ربي. اليوم غادي نحضروا فيه واحد الشهيوه اللي هي البروشيت ديال السردين. غنحتاجوا فيه السردين المغسول ومنقي على هذا الشكل هذا، شويه ديال الزيت، التوابل اللي هي تحميره، ابزار، قزبر حبوب، كمون، زنجبيل، كركم، قليل من الملح، عصير حامضه، شويه ديال الثوم وقزبر ومعدنوس. واحد الاناء غادي نضيف فيه جميع التوابل اللي ذكرت. سمعوا على امواج صوت البحر، رائع. عصير الحامض، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. غندير الثومه وقزبر ومعدنوس. كنتمنى الفيديو اللي عجبكم هذا، قولوا لي في التعليق واش عجبكم ولا لا. الاصوات ديال امواج البحر. وغادي نخلط داك الشرموله بالزيت، وغادي نضيف هذاك السردين نشرملو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. نخلطو مزيان مع ديك الشرموله حتى كتدخل ليه ديك التوابل كامله، ونرقدو ونخليه واحد ساعه ولا ساعتين في الثلاجه حتى الوقت الاستعمال، حين الاستعمال. وما تنسوش لايك وبارطاج، جزاكم الله خيرا. كنخلطو انا مزيان على هذا الشكل هذا، كنغطيه بلاستيك. من بعد كنحتاج واحد العيدان بحال هاد ديال الشوا، مرطبين في الماء، مرقدين في الماء من قبل، دقيق. غادي ناخذ السردين انا على هاد الشكل هذا، غادي نغطسو بالدقيق غير من جهه وحده، وغادي كما كتشوفوا غادي نلولو ليه على هاد الشكل هذا، ونمشي للعيدان تشوف الشوا كما كتلاحظوا على هاد الشكل صافي. وغادي نحطو حتى كنعمرهم من 5 مرات بهاد الطريقه هادي، نوريكم طريقه بشكل اخر عاوتاني على هاد الشكل. اليوم جينا للبحر، قلت علاش لا ما نديرش المونتاج في البحر، نشوف واش غادي يعجب المتتبعين ولا لا. هاد اصوات امواج البحر كنبقى مستمره على هاد الطريقه هادي. كنت تقريبا 4 حبات ولا 5 بالكثير. واحد يبدل شويه من اللحم، صافي على هذا الشكل هذا صافي. وكنحطو على هذا الشكل، كنحطو بلاطه مدهونه اولا بفرشة ورق الزبده. وغادي نبقى مستمره نكمل هذا السردين اللي عندي كامل بنفس الطريقه. قوني جا غزال، ولادي ما شبعوش منه. كيجي على هذا الشكل هذا من بعد ما كملت السردين كامل. انا عندي غير كيلو، نتوما ديروا حسب افراد العائله صافي. ومن بعد غادي نرشب واحد القطرات ديال الزيت من الفوق صافي، وندخلو الفران سخون حتى يطيب، يتحمر دغيا كيطيب هو. كنتمنى ملي وصلتي حتى لهنايا ما تنسيش ليا لايك وبارطاج، الله يجازيك بخير. وهذا هو الشكل ديالو كيفاش جا، كيجي زوين بزاف، حتى المنظر ديالو كيشهي. والسلام عليكم والى اللقاء في فيديو قادم.